وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والصحفي إبراهيم النهام. نرحب فيك سيد إبراهيم في نشرة الأخبار. وبداية، كيف تقرأ زيارة جلالة الملك المعظم للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وانعكاسات هذه الزيارة على القمة العربية المرتقبة التي ستستضيفها مملكة البحرين في مايو المقبل؟ مساء الخير أخي الكريم. بداية، يعني جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه هو دائما من خلال مواقفه الزاهرة والكريمة يؤكد بأنه رجل المرحلة. اليوم المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط بالأحرى تعيش مرحلة من الصراعات والتقلبات الأمنية التي نشهدها اليوم وأمس وقبل أمس ونتابعها بقلق. الزيارة هذه في هذا الوقت هي تستبق الإعداد لمملكة البحرين للقمة العربية التي ستستضيف منامة في 16 مايو المقبل، بأنها يعني لقاءات أولا لتعزيز العلاقات المشتركة مع دولتين عزيزتين وصديقتين للبحرين منذ سنوات طويلة وعقود طويلة، المملكة الأردنية الهاشمية جمهورية مصر العربية. نعم. تعزيز الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية من جانب، وكذلك هي نظرة استباقية الاستشرافية للمستقبل لمحاولة نزع فتيل الأزمات التي تعيشها المنطقة. أهمية التأكيد على أمن الملاحة البحرية والمضايق المائية، أهمية التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة في نيله مطالبه المشروعة وفي بنيله دولة مستقلة تمثله، وكذلك التأكيد على الشرعية الدولية وعلى كل القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة عبر عقود طويلة والتي تلزم إسرائيل بأن تحترم المواثيق العقود الدولية وتحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتسير من خلال في قرارات من خلال بيت الأمم. فهذه الزيارة التي بدأها جلالة الملك في الأردن وختمها في جمهورية مصر العربية وما واكبها من اهتمام دولي، الملاحظ أن كان هناك اهتمام دولي لافت، لأن هذه الزيارة زيارتين يعني تمثل لفتة للإعلام المحلي والعربي والدولي، لأنها كانت أو تعتبر الأولى لقائد عربي يتحرك سياسيا في هذه المرحلة الحرجة. فجاءت الملك طبعا مستمر حفظه الله ورعاه في تكريس سياسة خارجية متزنة لمملكة البحرين. البحرين تنتهجها منذ تأسيس الدولة الحديثة منذ أكثر من قرنين من الزمان، السياسة تقوم على الاعتدال وسياسة تقوم على تكريس الحقوق ونبذ الخلافات والتطرف والدفع دائما بأن تكون البحرين والمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط كل منطقة آمنة، منطقة مزدهرة يعيش من خلالها شعوبها في حالة من الرغد والاستقرار والأمن والرخاء.